اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ده كان لقاء امير هشام، يعني قال لنا كل الكواليس اللي انا كنت اقول لكم في الاخبار. عشان كده نبدا ندخل في جو اللقاء، الاهلي والمقاولين في الجوله 23. قلت لحضراتكم مباراه صعبه، لكن في ظل تالق او التالق الواضح او التالق الكبير لوليد ازارو مع اجايي مع عبد الله السعيد، اعتقد الجماهير الاهلاويه عرفت قيمه عبد الله السعيد، حتى لو كان نال بعض الانتقادات في الفتره الماضيه، لكن عبد الله السعيد بيثبت كل يوم ان هو لاعب ونجم كبير جدا مع جونيور اجايي، اللي بيواصل تالقه وابداعه واقناعه كمان في نفس الوقت لجماهير الاهلاويه، مع وليد ازارو اللي بيقول يا جماعه انا سترايكر نادي الاهلي، مع تالق الشناوي الحارس الامين جدا نادي الاهلي، كمان مع علي لطفي، كمان مع شريف اكرامي كان مستبعد فنيا خارج هذه القائمة، ولكن كله بيعمل من أجل هذا الكيان الكبير، وهناك دائما وأبدا إنكار للذات من أجل مصلحة النادي الأهلي في الأول وفي الآخر. نروح نشوف فريق إعداد القناة محضر لنا إيه النهاردة مع حضراتكم، نشوف تاريخ مواجهات الفريقين الأهلي والمقاولين، الإحصائيات زي ما حضراتكم شايفين الفريق الأهلي والمقاولين عدد المواجهات 69 مواجهة، الفوز كان من نصيب نادي الأهلي الأكبر 48 فوز مقابل 6 فوز لنادي المقاولين، التعادل كان 15 تعادل، الأهداف الأهلي سجل 117 هدف في مقابل 38 هدف لنادي المقاولين، الهداف أحمد بلال النجم الأهلاوي ونجم منتخب مصر السابق 8 أهداف، محمد فاروق هدفين، أكبر فوز كان في موسم 2002-2003 ده للنادي الأهلي موسم 96 كان لنادي المقاولين بنتيجة نادي الأهلي 6-2 والمقاولين كان بنتيجة 2-2. يلا مباريات اليوم طنطا وطلائع الجيش، المباراة بتقام الآن، أعتقد أن طلائع الجيش كان متقدم بهدف مقابل لا شيء، فريق ده يتأكد لو سمحتوا، الأهلي والمقاولين إن شاء الله الساعة 6 مساء. نتائج مباراة الجولة 23 من الدوري العام، الداخلية والإسماعيلي انتهى 0-0، وادي دجلة وبتروجيت انتهى لمصلحة دجلة 2-1، فوز مهم قلنا، نتاج الحربي والاتحاد 3 أهداف مقابل هدفين وتعثر للاتحاد السكندري من الجولة 24، وتم تقديم موعدها طبعا الرجاء وإنبي. اوكي شكرا، طلائع متقدم 1-0، الرجاء وإنبي ده كان لقاء في الجولة 24 اللي هي القادمة إن شاء الله، لكن طبعا علشان كان الرجاء هيقابل أعتقد النادي المصري أو مصر مقصة انشغال مصر مقصة بالدوري الأبطال، عشان كده لعب الرجاء مع إنبي وإنبي خسر في مفاجأة كبيرة جدا 3-0. نتائج مباراة الجولة 23 من الدوري، أيضا الأسيوطي كسب النصر 5-1، علي ماهر بيواصل التألق التدريبي والإبداع التدريبي، كل التوفيق لعلي ماهر وكل التوفيق في القادم للنادي النصر. سموحة خسر من نادي الزمالك 1-0، إن شاء الله تكون يعني استمرار نادي الزمالك يرجع منافس تقليدي للنادي الأهلي. إنبي والمقص زي ما قلت لحضراتكم تم تأجيله. مواعيد مباراة الجولة 24 الدوري العام، الزمالك ودجلة 5 مساء إن شاء الله يوم الأربع 14 فبراير، الاتحاد والداخلية 7:30 مساء يوم الأربع إن شاء الله، أيضا النصر وبتروجيت يوم الخميس، والمصري والرجاء 7:30 يوم الخميس المقبل بإذن الله. هداف الفريقين الأهلي والمقاولين قلنا وليد أزارو 12 هدف، والمقاولين العرب أحمد علي كامل 8 أهداف. هداف بطولة الدوري العام زي ما حضراتكم شايفين وليد أزارو بيحتل أو بيتربع على قائمة هدافي الدوري مع جونيور أجايي برصيد 12 هدف، وليد أزارو النجم الأهلاوي وجونيور أجايي النجم الأهلاوي، يعني اللي كان النجم الأهلاوي لكن دلوقتي في مصر مقصة 12 هدف، عمر السعيد وادي دجلة 12 هدف، أحمد جمعة المصري 11 هدف، كالديرون الإسماعيلي 10 أهداف، وعبد الله السعيد النجم الأهلاوي 10 أهداف. حسين الشحات مصر المقاصة 9 أهداف، إبراهيم حسن الإسماعيل 8 أهداف، أحمد علي المقاولين العرب 8 أهداف، صلاح محسن الأهلي 7 أهداف، محمد حمدي سموحة 7 أهداف. تشكيل متوقع نادي الأهلي النهاردة إن شاء الله كابتن حسام بدري، يعني لغاية لما نشوف التشكيل الرسمي لنادي الأهلي، محمد الشناوي في حراس المرمى قدامه 2 محمد نجيب وأيمن أشرف العائد من الإصابة، صبر رحيل كظهير أيسر، أحمد فتحي كظهير أيمن، حسام عاشور وعمر السولية 2 ارتكاز، عبد الله السعيد النجم المبدع قدامه جونيور أجايي ناحية الشمال، وليد سليمان ناحية اليمين، وليد أزارو كمهاجم صريح، لحد لما يجي لنا التشكيل الرسمي إن شاء الله.
التشكيل المتوقع لفريق المقاولون العرب: محمود ابو السعود، حارس مرمى محمد سمير ومحمود فتح الله اثنين مساكين، حسن الشامي ظهير ايسر، احمد علي ظهير ايمن، طارق جبريل وابراهيم صلاح ارتكازين، ويليام قدامهم كصانع العاب، طاهر محمد طاهر على شماله، محمد فاروق على يمينه، واحمد علي كامل استرايكر صريح. ده كان